هنا مدينة سرت، مسقط رأس الزعيم الليبي السابق معمر القذافي. هذه المدينة تعرضت للتدمير مرتين، مرة خلال المعارك ما بين القوات الموالية للقذافي وما كان يعرف في حينها بالثوار، ومرة أخرى في المعارك التي دارت ما بين تنظيم داعش والجيش الليبي. هذه المدينة لها أهمية استراتيجية، فهي تقع وسط ليبيا، تبعد 550 كيلومترا عن بنغازي و550 كيلومترا عن سبها، 450 كيلومترا عن طرابلس، و500 كيلومتر عن مالطا، خلف البحر المتوسط. وفي هذه البقعة هناك أجود أنواع التونة في العالم. هذه المدينة هي منطقة نفطية، فهناك خليج سرت المليء بالنفط، وفي جنوبها هناك أبار نفط تبعد 70 كيلومتراً.